قرر مجلس النواب في جلسته صباح اليوم تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية في مخالفات الإعلانات التجارية، كما وافق المجلس على الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بتسديد الرواتب المتأخرة للأطباء الجدد في مستشفى السلمانية الطبي التابع لوزارة الصحة. وكان مجلس النواب قد عقد جلسته برئاسة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب، كما وناقش المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إخضاع استخدام العدادات الرقمية على الإشارات الضوئية للتجربة في أحد شوارع البحرين، وأقرر المجلس الموافقة على الاقتراح وإحالته للحكومة الموقرة. جلسة مجلس النواب بدأت أعمالها باستعراض رد وزير الطاقة على سؤال حول مبيعات المشتقات النفطية للسنتين 2013 و2014، وعن أهم الاستراتيجيات الحكومية حول التعامل مع ارتفاع أسعار النفط. أنا تقدمت بسؤال إلى وزير الطاقة أسأله عن قيمة المبيعات البترولية المكررة، طبعا احنا عندنا خام وعندنا منتجات مكررة مثل الديزل والجازولين والكيروسين. هاي طبعا الخام لما يدخل إلى مصنع التكرير اللي احنا نسميه الريفاينري بابكو يطلع مكرر وينباع برا، فينباع خارج البحرين وينباع داخل البحرين. فطلبت قيمة هذه المبيعات للسنتين 2013 و2014، وبينت من خلال إجابة الوزير أن هناك يعني أن المبالغ اللي تحسب في الميزانية هي تحسب فقط على أساس الخام والخام البحريني فقط بخلاف الخام السعودي وأيضا المنتجات المكررة. مملكة البحرين والقيادة الرشيدة عندهم خبرة طويلة في هذا المجال، لأن صناعة النفط وأسعار النفط هي ترتفع بشكل دوري وتنزل بشكل دوري وترتفع بشكل دوري، فعلى مر السنين الحكومة صار عندها خبرة كثيرة في هذا المجال وتتأقلم مع الوضع. فبالطبع يعني تكهن بأسعار النفط صعب جدا، ما حد يقدر يتكهن بأسعار النفط. هذه التكهنات إنه بينزل ولا بيرتفع هذه تخمينات، يعني في النهاية هو يعتمد على العرض والطلب. المجلس قرر في ذات الجلسة الموافقة على مرسوم بقانون لبعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وإحالته إلى مجلس الشورى. هذا النقاش كان نقاش بناء، وكانت هناك بعض المداخلات في هذا الأمر تم التعامل معها وأدت إلى نتيجة أن وافق النواب على هذا المرسوم الذي أعتقد أنه إضافة حقيقية للعمل أمام المحاكم خاصة في مسألة منع السفر. هذا وقد سحب المجلس ثلاثة تقارير بخصوص مشروع قانون بشأن الكهرباء والماء، ومشروع قانون بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات، والاقتراح بقانون بصيغته المعدلة بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بشأن الكهرباء والماء لمزيد من الدراسة. في حين أحال المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن تعديل الاشتراطات التنظيمية للتعمير والمتعلقة بالارتداد، وبشأن تثبيت قسط كان على المستفيدين، وقرر المجلس الموافقة على الاقتراحين وإحالتهما للحكومة الموقرة. سهير عصفور لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.